السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد ألف مبروك لكل الناس اللي نجحت في الثانوية العامة، بهنيها من كل قلبي، وشدوا شوية بقى في المراحل المتقدمة في الجامعة إن شاء الله. نركز إن شاء الله بقى دلوقتي على الفيديو بتاع النهاردة، وما تنساش تتأكد إن أنت عملت اللايك والسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، وتفعل زر الجرس كمان. الكون مليان عجايب وحقائق غريبة قوي، ظواهر كتير قوي احنا مش قادرين لسه نكتشف سرها، عاجزين لسه عن اننا نكتشف سرها. وفي حاجات احنا اكتشفناها، لكن في حاجات لسه زي ما قلت احنا لسه ما اكتشفناش. كان في كتاب للكاتب منصور عبد الحكيم كان اسمه عرش ابليس. الكتاب ده كان بيتكلم عن مثلث برمودا وعن حاجات وظواهر حصلت في قلب المحيط الاطلنطي. كان بيقول الكتاب دوت ايه، ان المحيط الاطلنطي كان فيه قاره متواجده في المحيط الاطلنطي كان اسمها قاره اطلانتس. طبعا كلنا عارفين عن اساطير اطلانتس اللي كانوا بيتكلموا عنها زمان، لكن هو بيقول دلوقتي ان قاره اطلانتس كانت موجوده بين افريقيا والامريكتين، يعني كانت محصوره بين افريقيا والامريكتين. وجات سنه 8008 قبل الميلاد قارة اطلانتس دي اختفت، وما حدش عارف هي اختفت ليه. قالوا الناس قالوا انها غرقت في الميه. طبعا ده كانت فتوى، طبعا ده الفراعنه الكبار طلعوا وقفتوا اكتر وكتبوا في برديات، مش فاكر البرديات دي كانت في الاسره ال 12 او 13 بالظبط، يعني تقريبا ال 13. المهم ان هم كتبوا في البرديات ان قاره اطلانتس كانت متفوقه على العالم في التكنولوجيا، وان قاره اطلانتس كانت عايزه تسود العالم، وكانت تفضل هي الوحيده الموجوده في قلب العالم بالتكنولوجيا الفائقه اللي كانت وصلت لها. لكن قالوا ان قاره اطلانتس من جشعها وان حبها في انها تعمل حاجه زي كده، قالت ان هم كانوا بيكدسوا القنابل الذريه عشان يدمروا بها العالم. لكن لسوء حظهم ان جت صعقه كهربائيه وقعت عليهم ودمرت طبعا اطلانتس كلها، قامت اطلانتس غرقت. كان في برضه كتاب تاني بيتكلم برضه عن مثلث برمودا، كان للكاتب برضه منصور عبد الحكيم. كان بيقول ان مثلث برمودا، طبعا كلنا كنا عارفين ان مثلث برمودا متواجد في المحيط الاطلنطي، كان بيقول بقى ان مثلث برمودا موجود في الجانب الغربي المجاور الساحل الجنوبي من ولايه فلوريدا الامريكيه. وبيقول لك ان جزيره فلوريدا كانت مساحتها مكونه من 53 كيلو متر مربع، وكان بيعيش فيها حوالي 70,000 او اكتر نسمه. اما بالنسبه لمعنى كلمه برمودا، فهو برمودا ده شهر من شهور السنه القبطيه، لكن بالنسبه لمعنى الكلمه فمعنى الكلمه في اللغه القبطيه هي اله الهلاك. لكن برضو لو هنتكلم عن معنى الكلمه باللغه اللاتينيه، فمعنى الكلمه هو عكس الطريق، لكن معناها باللغة الهيروغليفية هي مكان خالق الأشياء. طبعا بما ان كانت ظاهرة برمودا كانت ظاهرة غريبة وما كناش لاقيين لها تفسير، كان ابتدت فيه ناس انها تفسر، في ناس فسرت تفسيرات غير طبيعية خالص، وفي ناس فسرت تفسيرات طبيعية. اللي فسر تفسيرات غير طبيعية قال لك ان مثلا كانت جزيرة اطلانتس بما انها كانت مليانة تكنولوجيا، فاول ما الجزيرة دي غرقت في قلب البحر المخلفات التكنولوجيا دي طلعت في البحر، وهي اللي سببت مثلث برمودا، وهي اللي سببت اللي بيحصل في مثلث برمودا. وفي ناس تانية قالت ان اللي بيحصل في مثلث برمودا هو سبب، وهي اللي بقى الطايره وشغل فضائيين بقى. لكن في ناس فسرت تفسيرات طبيعيه، قالت ان اللي بيحصل في اخطاء البوصله، لان طبعا احنا عارفين من ظواهر برمودا ان البوصله هناك بتخطئ، قال لك ان السبب في اخطاء البوصله تكون مجالات مغناطيسيه في قاع البحر في الفتره دي بسبب مخلفات كانت بتقع من السفن او كده يعني، فكانت بتؤدي الى تكون المجالات المغناطيسيه دي. فطبعا احنا عارفين ان المغناطيس بيأثر على البوصله، فوجود كميه مغناطيسيه هائله زي دي كانت تأثر على البوصله. وفي ناس فسرت تفسيرات تانية، قالت ان اللي بيحصل بسبب ان السفينه بتختفي، قالت ان بدل ما السفينه كانت بتطفو السفينه بتختفي. ليه؟ كان قال لك ان بيحصل في قاع البحر انفجارات من غاز الميثان، وانفجارات بشكل دوري على طول، يعني انفجارات غاز الميثان كانت بتؤدي الى تكون فقاعات في قلب الميه، فتخلي الميه رغويه، فلما الميه تكون رغويه طبيعي ان الميه كثافتها هتخفض، فالميه كثافتها مش هتقدر انها ترفع السفينه عشان السفينه تكمل، فبدل ما السفينه كانت هتكمل السفينه هتنزل تسلم عليهم تحت في قاع البحر. من بعض الحاجات اللي اختفت في مثلث برمودا، كان في سفينه اسمها كانت كوتوباكس، كانت السفينه دي بتنقل فحم. السفينه دي اختفت سنه 1925، اختفت ودام اختفائها لمدة اكتر من 90 عام، لغاية ما الناس اكتشفوها تقريبا في عام 2015، والفيديو بتاعها انا هعرضه عليكم. فين كانت كوتوباكس؟ اختفت، لكن ظهرت بعد مدة كبيرة. لكن في حاجات تانية اختفت واحنا لغاية دلوقتي ما قدرناش نوصل لها. كان في برضه سنة 1945 ميلاديا خمس طيارات قصف قنابل ذرية،
والخمس طيارات دول اختفوا في مثلث برمودا برضو، ولما بعتوا طيارة تانية تدور عليهم برضو الطيارة دي اختفت. جه بقى سنة 1948 كان في طيارة طالعة من البرتغال تقريبا كانت رايحة بريطانيا، كان فيها 25 راجل، لكن ما عدت على مثلث برمودا اختفت. قامت بريطانيا بعتها حملة تدور على الطيارة دي لمدة 21 يوم وبرضو ما جابتش اي نتيجة وما قدروش يوصلوا لاي حاجة. اختفاءات غيرها وغيرها كتير، وفي حاجات لسه لغايه دلوقتي ما قدرناش نوصلها. تعالى بقى للنقطه اللي انت قاعد مستنى علشانها الفيديو، المسيح الدجال وايه علاقته بمثلث برمودا. كان في زمان كان ناس بيقولوا ان المسيح الدجال قاعد اصلا بتمركز في قلب مثلث برمودا، وان ده مكانه وانه هو هناك مربوط ومتسلسل ومتايد هناك، وقالوا ان المسيح الدجال لما يطلع ويبدا يفتن الناس كانوا بيقولوا ان هو هيخرج من مثلث برمودا. كان في كتاب اسمه المسيح الدجال والحرب القادمه، الكتاب دوت كان لمؤلف اسمه محمد عيسى داوود، كان بيقول ان المسيح الدجال هيطلع من مثلث برمودا عشان يبدا يفتن الناس. وهنا هيكون الرد على الكلام ده هيكون جانب ديني شوية. انا رد على الكلام ده كلته هقول لك ان الكلام ده كلته غلط. ليه؟ لان المسيح الدجال هيخرج من خراسان، وبعد ما يخرج من خراسان هيبعه 70,000 يهودي من يهود اصبهان، ويفضل ماشي في طريقه بين الشام والعراق. نيجي بقى للاحاديث النبوية الشريفة اللي بتثبت الكلام ده. الحديث الاولاني بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انه في بحر الشام او بحر اليمن، لا بل من المشرق ما هو، من المشرق ما هو، من المشرق ما هو. ده كان الحديث الاولاني. في حديث تاني كان بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان. الحديث النبوي الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان يتبعه 70,000 عليهم التيجان. الحديث الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالس. وبالرغم من جميع التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها والتقنيات اللي احنا تطورنا ووصلنا لها، الا اننا برضو عاجزين عن ان احنا نوصل لاسرار كتيرة موجودة في الكون ومش قادرين نفسرها. بس كده حلقتنا النهاردة تكون خلصت. ما تنساش بص على المصادر الموجودة تحت في قلب الديسكريبشن، وما تنساش تعمل اللايك لو الموضوع عجبك، وتعمل زر اشتراك عشان يوصل لك كل جديد، وطبعا يشرفني ان انت تكون من متابعيني. ولو عندك انتقاد او اي حاجة تقدر تعمل كومنت طبعا وانا هرد عليك. شكرا، اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.